بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين ومستمعين إلى رحاب هذه الحلقة من برنامج حتى العشرين. وكالعادة نبدأ حلقتنا بقصة صغيرة بتكون ممهدة للموضوع اللي بدنا نحكي فيه. بتقول صاحبة القصة: ما في أحلى من النجاح، فكيف إذا كان بتفوق؟ وقديش نحن كأهل منفخر بولادنا ومنعتز لما بيجيبوا درجة، بس أحيانا حتى التفوق بيكون باب للتوقف عند بعض النقاط اللي لازم ننتبه لها كأهل ونشتغل عليها، وما تاخذنا الدرجات العالية للتصرف أو للانصراف عن بعض المفاهيم التربوية اللي هي أساس الأساس. بذكر من كذا سنة لما ابني بالترمينال طلع من العشرة الأوائل، وجيت لأمسح عن عيونه قبل عيوني دموع الفرح لتطلع دموع الحزن والقهر. ليش؟ لأنه ما طلع الأول على لبنان. بلحظتها كان لازم أعمل مراجعة سريعة لإلي ولبيه كأهل، وهل فشلنا بتوصيل مفهوم التفوق لإله وإلي على أساسه يكون له واللي على أساسه بيكون ناجح بالحياة قبل تفوقه بمراحل الدراسة؟ نحو التفوق هو عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج حتى العشرين، ويسرني لهذه الغاية أن أستضيف معي في الأستوديو منسق مديرية التربية والتعليم في جمعية المبرات الخيرية الأستاذ فايز جلول. أهلا وسهلا فيك أستاذ فايز. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على الاستضافة. يا أهلا وسهلا. يعني هذه الاستضافة فرضت نفسها وبقوة. بدنا نبارك لك بداية على النتائج المذهلة والمشرفة لجمعية المبرات الخيرية، وهلا أكثر رح تحكينا يمكن عن بعض النتائج بمختلف المدارس والثانويات. خلينا نبدأ يمكن حوارنا مع حضرتك عن المتفوقين، وبمعزل عن النقطة اللي طرحتها القصة السيدة بالقصة رح نحكي عنها بعد شوي، ولكن خلينا نتحدث عن هذا النجاح. ماذا عنا لكم كتربويين كأساتذة تنتمون إلى هذه المؤسسة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا يعني بداية أتوجه بالتهنئة والمباركة لكل التلاميذ والإدارات والمعلمين، لأنه فعلا هذا الشيء بيعني لنا كتير، ولكن هو بيعني لنا هذه نتيجة الجهد، نتيجة التعب، نتيجة المثابرة، نتيجة المواكبة كل هالسنين بشكل مستمر لنوصل نحصد هالنتيجة المميزة. وببداية نبلش بقول لهم للتلاميذ للي حققوا هالنجاح وفرحوا معلمينهم وإداراتهم وأهلهم أنه أنتم فعلا حققتوا طلب السيد المرجع المؤسس السيد محمد حسين فضل الله، اللي كان يقول دايما للتلاميذ لما يقابلهم: لا أريدكم أن تنجحوا فقط، بل أريدكم أن تتفوقوا. فهيدي أكبر مثال على تطبيق حلو. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذه هي الأمور. الفرحة التي كانت تستحق التنافس. يعني هالويك أند قضيناها فرحة فعلا، الكل كان مبسوط بهالنتائج والحمد لله. حلو كتير. هلأ رح نكون مع بعض الأجواء مع التلميذات المتفوقات إن شاء الله بعد قليل، ولكن خلينا نتوقف هيك بشكل سريع على جولة يمكن مع النتائج والعلامات الإحصاءات. صحيح. كيف كانت على صعيد لبنان وكيف توزعت على مختلف المؤسسات؟ هلأ الحمد لله، يعني أنا عم بحكي بالمؤخرة بالثالث ثانوي، وإذا بدك نحكي شوي بالتاسع اللي من كم يوم كان. بالتالي السنة والنتائج 100%، يعني لما بتحكي بثلاث فروع ب711 تلميذ قدموا بالفروع الثلاثة، نجاح يكون 100%، هذا شيء يعني بيرفع الراس فعلا. طبعا هذه ما بيجي صدفة، هذا نتيجة عمل ومواكبة. صحيح. ومثل ما قلت يعني نحن من الناس يمكن بنواكب المؤسسات على الأرض لآخر يوم قبل الامتحان، إذا كنت بتروحي قبل الامتحانات بتلاقي في معلمين قاعدين مع التلاميذ عم بيشتغلوا معهم. ف711 تلميذ ينجحوا، في عنا نسب تقديرات اللي جابوا جيد وجيد جدا، عم تحكي ب 80% منهم ما شاء الله. عم تحكي في 22 تلميذ طلعوا من المراتب العشرة الأوائل. طبعا عم نحكي بالأولى والثالثة بالعلوم الحياة، عم نحكي الأولى والأولى باجتماع اقتصاد،
والمراتب اللي بتمشي تاني وثالث وخامس وسادس وعاشر. عم نحكي الله. بس من المراتب العشرة، ما حندخل على مستوى المحافظات لأنه بصير بدنا حلقة يمكن كاملة فعلا حتى بس نحكي لحتى أنا عندهم. يعني اللهم زد وبارك فعلا الحمد لله. مجهود طبعا كبير. هذا جهد مشترك أكيد. يعني إدارة عامة مع إدارات مؤسسات مع معلمين مع تلامذة مع أهل كل هذا الفريق، كل هذا التكامل بين الأطياف، هذه اللي بتودي لها النتيجة هاي الحلوة. حلو كتير. طيب لما بنتحدث عن تفوق أستاذ فايز، يعني هذه الكلمة هيك جاذبة وأكيد صح. هي حلم الكثيرين، بس مش الكل بيتفوق يعني بيوصل صحيح. للتفوق بطبيعة الحال. لما بحكي عنه شو معاييره؟ ليه بقول إنه هذا التلميذ متفوق وهذا لا؟ هلا لما بنقول ناجح بس منه متفوق، صح، لما بنقول لما يعني بنعرف تفوق، يعني لما بتقول انا تفوق او تلميذ متفوق، هو اكيد في مكونات يعني في اكيد قدرات الله سبحانه وتعالى انعم عليه لها التلميذ او التلميذه بقدرات فوق المتوسطه وقدرات عاليه. اكيد في عنده التزام ومثابره، يعني اذا حدا عنده هذه القدرات هو منه مثابر وما بيشتغل ما حيقدر يجيب نتيجة. وأكيد عنده قدرة على الإبداع والابتكار. نعم. هدول اللي بدهم يكونوا موجودين عند التلميذ. بالمقابل بدك تأمني له كمان العناصر والبيئة. لما بنحكي هون بدك تأمني يعني كأسرة، تأمن له البيئة اللي تقدر يشتغل فيها، المدرسة، واللي بدها تأمن له كمعلم مدرب، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. إذا بدي أنا تلميذ مبدع بده يكون عنده أستاذ كمان مبدع. فأنا بدي أشتغل على معلم، بدي اشتغل على بيئة مدرسية تقدر تأمن له هالجو من الإبداع، بدي أقدر أأمن له مناهج وتواكب بعكس المناهج اللي موجودة بلبنان. مشان هيك نحن بنشتغل كتير على تطوير وتعديل مناهجنا. هلا بنحكي بهذه النقطة، بنحكي بالتفصيل أكثر. بدك تأمني فريق من اللي يشتغل على الجو الاجتماعي أو الشأن الاجتماعي والشأن النفسي للتلميذ كمان، لحتى لا ينضل لا بالغرور ولا انه يصير في نوع من يعني ضل متوازن على الارض، ضل متوازن اجتماعيا. وهذا كمان شيء اساسي. فكل هذه العناصر والمكونات بدك تشتغلي عليها لتقدري توصلي لتلميذ متفوق. ولما بنقول مؤسسه متفوقه هي هالنتائج بهذه النسب الكبيره بتصير نقول عن مؤسسه متفوقه. جميل جدا. خلينا نروح مع حضرتك لاولى فقراتنا، صوره وتعليق. أول صورة رح نشوفها للمتفوقات، وطبعاً انتشرت على وسائل التواصل بشكل كتير كبير، يعني بين الصفحة والصفحة نلاقي هذه الصورة منتشرة. المبرات متألقة دوماً، ألف ألف مبروك. شو كان شعوركم أنتم عم تقلبوا وسائل التواصل أو عم تسمعوا للأصداء وأنه هذه الصورة التي تجمع هؤلاء المتفوقات؟ يعني هذا التميز بكل بيتجسد بأشكاله، ثلاثة أوائل على مستوى لبنان، شيء بيكبر القلب، بيفرح، شعور هيك لا يوصف يعني. وأكيد أهلهم أكيد هذا الشعور كمان أكثر، وأساتذتهم يعني كمان الفرحة إذا بتشوفي إدارتهم وماذا معلمينهم يمكن كانوا طايرين من الفرحة أكثر. قضينا يمكن ما نمنا جمعة وسبت وأحد بس عم نتابع هالتعليقات ونشوف الأخبار وعم نرد على التهاني الحمد لله. نعم. فشي بفرح القلب، يمكن صرت شايفة شي ألف مرة هالصورة وبعد كل ما بشوف الواحد وما بنشبع فعلاً، لأنه التفوق فعلا صحيح. وخاصة مع هذا مع هذه الأيقونات الجميلة، يعني قدمنا صحيح. النجاح بأبهى حلة وأثبتنا أن الحجاب ليس حاجبا. هذا دليل انه التميز نعم. ما قالوا للحجاب بيأثر ولا اي، انت تأمني المستلزمات والبيئه فعلا. والنجاح فعلا ان شاء الله جميل. بيكون من حظهم. طيب بنروح كمان لصوره اخرى ومنعلق عليها مع حضرتك. صوره امتحانات نتائج الثانويه العامه لم يرسب احد، يعني لما بتكتب المدرسه شعار صفر رسوب بالامتحانات الرسميه، يعني ما يعني نجاح 100%. هلا شوف نحن عنا نظرية انه بالثانوية خصوصا مش لازم يرسب حدا. يعني اذا بدي اجي بمنطق علمي انه هذا تلميذ تخرج من المرحلة المتوسطة وطلع على الثانوية،
بس هو بيصير في رزوب. إذا كان العرف سابقا ولكن نحن نتأثر بالشيء الماضي، يعني سابقا كان تطلع نسبة النجاح 30% و40% و50%، هذا شيء خطأ علمي. هذا التلميذ تخرج وطلع على الثانوية لا ينجح. إذا كان الرسوب واحد أو اثنين هذا المنطق، أما يكون الرسوب كبير فإذا في مشكلة، في مشكلة بالامتحانات، في مشكلة بالمنهج، في مشكلة بشيء، لازم إعادة النظر. طبيعي أنه تقدر توصل لنتائج. ونحن يعني بهالسياق نحن يعني من المؤشرات اللي بنحطها عنا بالثانوي بالنتائج العاديه انه نسب النجاح تكون 99%. حلو كتير. يعني هذا المنطق العلمي اللي بيقول انه انا طلعت هذا التلميذ لينجح مش ليطلع يرسب. طيب نحن الاسبوع الماضي استاذ فايز كانت حلقتنا عن الرسوب بكل اسف طبعا، ومن تمنياتنا دائما بالنجاح لكل اللي ما توفقوا بالامتحانات، ان شاء الله يكون بالدوره الثانيه او سواء اللي رسبوا بصفوف ما فيها امتحانات، انه ان شاء الله يتوفقوا بالعام القادم ويكون من نصيبهم النجاح والتمكين تميز كمان بحياتهم. حكينا مع الأستاذ أو مع الدكتور عباس كنعان عن موضوع النجاح 100%. بعض المدارس بتعتمد سياسة تشحيل الطلاب من الثامن للبروفي ومن البكالوريا كمان للترمينال لحتى تصفيهم ولحتى يكون نسبة النجاح 100%. قديش هذا الشيء خطير وقديه ممكن نحن نخلق تسرب فجائي للتلميذ؟ روح دبر راسك أنت وأهلك، شوف وين بتلاقي مدرسة تتناسب مع مستواك وقدراتك، لأنه نحن في عنا اسم المدرسة خط أحمر. هلا للأسف هذا موجود بمجتمعنا بعدد من المدارس. نحن على مستوى مدارس المبررات بأكد لك أن هذا الشيء مش وارد نهائيا، ونحن ضد هذا الشيء. نحن بالأصل مدارس مرحبة. يعني بأصل الاستقبال تلميذ مدارس مرحبة، فبنستقبل كل المستويات لأنه خدمتنا ورسالتنا هي خدمة المجتمع، فنحن بدنا نخدم المجتمع بتعليم أبنائه. أما لما نوصل للمرحلة الثامن نطلع للتاسع أو ثاني ثانوي يطلع للثالث ثانوي، إذا أنا بس عم طلع التلميذ معدل 12 و13 من 20 وما فوق، يعني فعليا أنا ما لي يعني عفوا بالكلمة لي فضل على التلميذ اللي نجح. هذا ناجح بكل الأحوال. يمكن هون بتتميز شوي إنه بتقدر تخليه يتفوق، تشتغل عليه ليتفوق، أما هو ناجح يعني مش لحاله هو ناجح. أما فعلا الدور الأساسي اللي بينشغل، وأنا بأكد إنه بمدرستنا بالدليل، يعني بتروح تشوف الأرقام كيف طلعوا بالثامن على أي معدلات أو بالثاني سنة وعلى أي معدلات، وخصوصا بالسنوات الأزمة اللي مرقنا فيها. نحن ما كان ممكن نحن نرسب حدا هو مرق بأزمة أونلاين أو بتعليم أونلاين. وحتى قبل يعني هذا الشيء مبدأ ماشيين فيه بيترفع ونشتغل عليه وبدلوا يشتغلوا عليه مثل ما قلت لك. ولو حدا راح قبل على المدرسة قبل الامتحان بيوم، كنت حتروح تشوفي في مجموعة من التلاميذ يلي هن هدول بيكونوا طلعوا ترفعوا بمعدل متدني، إذا بدنا نقول أقل من 50 وأقل من 45% يمكن ببعض المطارح، بدلوا يشتغلوا معهم ليوصلون لبر النجاح وينجحون. حلو كتير. والحمد لله وهي دليل انه نجحوا. حلو فعلا يعني، وبنتمنى كل المدارس هي أكبر دليل. تحزو حزو المبررات بهذه النقطة تحديدا، لأنه في كتير طلاب، لأنه البديل لما بتطلعي مثل ما قلتي حضرتك، لما قلتي إذا ما راح، لأنه أغلب المدارس الثانية كمان بتصير تعلي معايير القبول بهذه الصفوف. فعلا. فمعناتها والمدارس الرسمية إلى حد ما يا ممتلئة يا أضراب يا مسكرة. فعلا. فنحن عم نروح شو؟ عم نروح لتسرب وعم نخسر. يعني شوفي قديش هذا الإجراء هو همه يشوف صورة المدرسة، ولكن قديش عم بيكون له أثر على المجتمع وعلى التلميذ. فهذا أكيد نحن ضده. فعلا. طيب صارت معنا عبر سكايب أستاذ فايز تمارا فقيه الأولى على لبنان في علوم الحياة من ثانوية الرحمة. السلام عليكم تمارا. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني شو بدنا نقول لك تمارا، ألف ألف مبروك ورفعتي لنا راسنا هيك بالعالي، وبعدنا مبسوطين ورح نضل مبسوطين فيكم كتير إن شاء الله، وأكيد أهلك وكل قرايبك. خبرينا شوي أنت عن الأجواء بالأول، أجواء الفرح سواء بالبيت بالمحيط بالمدرسة أساتذتك. أول شيء الله يبارك بعمرك يا رغد، وإن شاء الله دائما جمعية المقدمة الإخبارية رقم مرفوع بكل الميادين إن شاء الله. أول شيء بالنسبة لأجواء الفرح، يعني عن جد صدقا ما في فرحة بتضاهي فرحة النجاح، فكيف إذا كان التفوق؟ الحمد لله، ألف الحمد لله. الأهل يعني الفرحة مش سيعطل، المدرسة كمان لأنه المعلمات والأساتذة والإدارة كلهم تعبوا كثير معانا، ف حلو انهم عم تشوفوا نتيجه او ثمره هيدا التعب، مش بس مني، من كل التلاميذ كمان الحمد لله كلهم جدوا وسعوا ولاقوا كمان الحمد لله. وكمان القرايين الحمد لله، الحمد لله هنا من الله.
حلو كتير. تمارا، البعض يعني بيطرح فرضية أو نظرية أنه الفرق بين النجاح والتفوق، هل برأيك النجاح هو ثمرة جد ولا لا؟ هو أصلاً موجود بالتلميذ ولا فضل لأحد عليه، شو بتقولي؟ أنا والله يا أخت بآمن أنه عقد ما الواحد بجد بلاقي، والواحد يعني بس يجد بمقدار محدد بس يلاقي نتيجة بعقد هيدا المقدار، بعتقد هيدي فرحة لإله. يعني إذا الواحد جد بالمقدار اللي بيسمح له بس إنه ينجح ولقى النجاح مثلا، بتكون هيدا الشيء لإله شيء مفرح لإنه هالقد هو جد. بينما إذا الواحد جد بمقدار اللي هو يتفوق، اللي هو يتميز، واللي هو بعتقد شيء تعودنا عليه من خلال قول السماح السيد قدس الله سره: لا أريد لكم أن تنجحوا بل أن تتفوقوا، ساعتها بس يلاقي التفوق ساعتها بيكون مقدار فرحته موجود يعني كبير، لانه لقى النتيجه على قدر تعبه. ونحن بجمعية مبارات الخيريه بنشتغل على انه الطالب يتميز اكاديميا واجتماعيا وبكل المجالات، على كافه الصعد بينشغل على التلميذ، نعم، على الطالب. صحيح، هيك على طول بقولها انه الف الحمد لله، انه انا مش بس مستواي الاكاديمي بتشكر فيه جمعيه المبررات، لا ايضا مستواي الاجتماعي، الانشطه اللي شاركت فيها، كل الامور هيدي، كل شخصيتي انا، تكويني اليوم في فضل كبير لجمعيه المبررات الخيريه من بعد رب العالمين بالتاكيد بوجوده وبشو انا عليه فعلا صدقا. حلو كثير. كمان بدي اسالك بعد تمارا، موضوع التفوق قلنا بيكون جاذب يمكن للكثير من الأشخاص، وحتى بعض الجامعات بتحاول يمكن أنه تقدم منح لحتى تفوز بهذا التلميذ أو هذا الطالب المتفوق. سمعتي شي عن منح؟ حدا دق بابكم؟ اتصال هاتفي عن منحة تتابع فيها دراستك أو لا؟ نعم، مشكورين جدا في جامعة فينيسيا اتصلت فيي، واليوم هيدي بعد طازة الجامعة اللبنانية الأمريكية الـ AAU كمان اتصلت فيي وثانيتهم قدموا لي من 100%، الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. تمارا، يعني الحديث يمكن ما بينتهي هيك ونحن مستمتعين معك بنجاحك وتفوقك، ولكن لضيق الوقت بدي اتشكرك جزيل الشكر، وان شاء الله من نجاح الى نجاح ومن تفوق الى تفوق، وهيك بتضلكم رافعين لنا راسنا واسم المبرات بضل بالعالي. تمارا فقيه الاولى على لبنان بعلوم الحياه ثانويه الرحمه، شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب، ويا اهلا وسهلا فيك. يعني موضوع يعني هذا اللي كنت اشارنا له، بسم الله، يعني هي اشارت انه موضوع التفوق هو مش بس بمنحه اكاديمي فقط، ومنحه اكاديمي واجتماعي وثقافي، فالتفوق هو مجموعه من المكونات. عشان هيك لما بدنا نحكي باثاره الايجابيه والسلبيه، فرح تبين معنا يمكن هذه الامور اكثر كيف برزتها المبرات، بس خلينا قبل نروح مع حضرتك لفقرات بالترتيب. أستاذ فايز، طبعا النجاح أو التفوق له العديد من الأسباب، وأشرنا هلأ بحديثنا لبعض هذه الأسباب وبتجربتك الطويلة بالحقل التعليمي والتربوي، أكيد بتلاحظ أنه في سبب يمكن بيتقدم على سبب آخر. رح أعطيك أربع أسباب مبعثرة وحضرتك بدك ترتبهم وفقا للأولوية حسب ما أنت بتشوف، حسب ما حضرتك بتشوف كل هيدا السنوات. طيب، عنا جهد شخصي بالدرجة الأولى، ليكون في عندي تلميذ متفوق بالدرجة الأولى، جهد شخصي أو لا، يعني حضرتك بترتبهم. تميز وقدرات خاصة، يعني هذا اللي بنسميها هبة ربانية. مدرسة خاصة، لأنه كمان في حديث بهذا الموضوع، مدرسة رسمية ومدرسة خاصة، جهد كبير ومتابعة من الأهل شخصيا. كيف بترتبهم؟ هلا هو بالأول القدرات، يعني القدرات الخاصة للتلميذ، الموهبة الإلهية بالأول الربانية، عنده قدرة. لانه اذا ما عنده القدره قد ما انت امنتي له كل الوسائل الثانيه ما حنقدر نوصل لتفوق، نوصل لتفوق. بده يكون هو عنده هالقدره، سرعه بالتحليل بالربط الافكار، هالمقدره بتعززيها بتنميها بتطوريها، الذكاء العالي. وطبعا هذا بينشغل فيه من الصغر، كل ما اشتغلتي اكثر وهو صغار كل ما صار يعني التفاعل على كبر بيكون اسرع. اذا هيدي اول واحد. واحد، نعم. هلا بالرقم اثنين، جهد والمثابره هي من التلميذ، لانه كمان ما في، ولكن مش بمعنى جهد والمثابره اللي العالم بتفكر انه المتفوق بيقعد ليل نهار بيدرس، لا. هو الجهد والمثابره اكيد لتقدري توصلي، ما بيقدر يعتمد بس على
قدرته الذهنيه وما يدرس وما يشتغل وما ما يتدرب، ولكن الفترات العاديه بنقوله وشوي زياده. المرتبه الثالثه هلا مدرسه خاصه مش شرط. هلا اذا في استثناء على مستوى لبنان انه بالمدارس، ولكن نحن حتى نكون عادلين كمان في مدارس رسميه عم تشتغل وبيطلع من عندها تلاميذ، فهي منا شرط، ولكن بحالة يمكن الوضع اللبناني عم تكون هي انه اكثر بيشتغلوا المدارس الخاصة، انه بيعملوا برامج خاصة للموهوبين وبيعملوا برامج خاصة. يعني انا على سبيل بالمباريات عندنا لجان خاصة متخصصة بفرق تشتغل على الموهوبين والمتفوقين وبتعمل لهم برامجهم وبتدرب المعلمين وبتدرب، يعني مسار لحاله يمكن هذا بده حلقة. فما بيعني، ولكن بالحالة وهون يعني ما بدي اقول دور الاهل بيجي الاخير، هو مكمل. يعني نحن ما فيني اقول ترتيب كلهم بده يجي الترتيب الاول، اكيد التفوق هيك ربنا النعمه اللي عطيها للتلميذ، ولكن الباقيين هن بيجوا مكملين مع بعضهم. يعني ما فيني اقول المدرسه هي قبل الاهل او الاهل، لانه بده يكونوا مكملين مع بعضهم. لانه مثل ما اشرت من البدايه استاذ فايز انه لازم يحاطوا كل هذه القدرات، والا شفنا في المدرسه اشتغلت والاهل عباقره ولكن وظفوا عبقريتهم بالشارع وباماكن سيئه وسلبيه لا تخدم البشريه بل بالعكس. اذا المدرسه اشتغلت والاهل لا ما بيقدروا يعملوا شيء، واذا العكس كمان ما بيمشي. فعلا اذا بترتبهم تميز وقدرات خاصه بالدرجه الاولى، الجهد الشخصي اثنين، المدرسه الخاصه ثلاثة، المدرسه والاهل بحطهم انا بتحطهم بنفس التصنيف، يكون في شراكه ومتابعه بين اثنين. نعم بالفعل. طيب استاذ فايز خلينا نحكي شوي عن ايجابيات التفوق. احدى ابرز الايجابيات اللي هلا شفناها منحه، يعني تمارا تواصلوا مع جهتين وقدموا لها بعد هلا كمان وبعد الخير لقدام ان شاء الله، وكل العشره الاوائل بعتقد بيتصلوا فيهم هيدا يمكن احدى ايجابيات النجاح او استثماره بالشكل الجيد، خصوصا لما الاهل يكون ما عندهم القدره مادية انه يحطوهم بجامعات خاصة بهذه التكلفة. حلو. طيب اذا يعود على اصحابه بالكثير من البركات، هيدي نقطة منهم. ماذا ايضا ممكن كمان يعود على التلميذ او الطالب المتفوق من منح وايجابية مردود ايجابي له؟ هلا المردود الايجابي المنحة هي اول وحدة انها المردود الثاني هو هالثقة بالنفس يعني الشخصية اللي بتثقل وبتقوى وبتنمى أكثر، يعني هالحضور اللي بيصير عند التلميذ، شفتي كيف بصير يحكوا، هالحضور الشخصية، وهذا اللي نحن المهارات اللي بحاجة لهم بالميدان العمل. يعني أنت لما تطلع ميدان عمل بدك حدا يمكن كتار عندهم المعرفة وجزء من المهارة، ولكن هذا اللي بيبرزهم. فهل النوع من التفوق بيعطيهم ثقة أكثر، شخصية أكثر، حضور أكثر، حضور أقوى، فهذا بيبرزن اكثر وبيصيروا يعني يقدروا يحصلوا على تميز اكثر. حلو، على اكثر من صعيد. طيب خلينا نحكي كمان عن كل شيء له يمكن وجه ايجابي واحيانا قد يكون له وجه سلبي. بعض سلبيات التفوق، بس اذكر قصه هيك بشكل سريع استاذ فايز. احدى العائلات عندها ما شاء الله 5 صبيان متفوقين، يعني بكل صف في تلميذ متفوق، ولكن بالكواليس هذه العائله الاولاد ما بيحبوا بعض، يعني كل ولد بده يتفوق على خيه، بده يجي على البيت نتيجته احسن من خيه. فهون قد تكون يمكن في مشكله. اول شيء ماذا عن ابرز السلبيات بشكل عام اللي ممكن تواجهكم بموضوع التفوق، وماذا وكيف يتم العمل لحتى ما نوصل له؟ وخلينا نترك شق الأولوية أو عقدة الأولوية نتركها لحال. يمكن ببداية الحلقة قلت أنا بدنا نأمن له البيئة، بدنا نأمن له كل شيء على مستوى المدرسة، حتى مش بس على معلم، بدنا نأمن له على فرق الإرشاد والتوجيه، على الناس اللي بتشتغل معه، على المشاعر، يعني الشيء العاطفي الاجتماعي، لحتى لا ينصاب لا بغرور، هذا بيسبب نفور من رفقاته له، ولا حتى يصير الانطواء، يعني ما الاول الانعزال، ما يصير عنده هالعلاقات الاجتماعيه. فانت ما فيك تشتغلي معه بس اكاديميا ومهارات علميه، لا بدك تشتغلي معه مهارات عاطفي اجتماعي، مهارات سلوك، مهارات اجتماعيه، يضل قادر
يشتغل بالعمل الفريقي، ده مش عم يفرض حاله بالقوة بس وما يسمع للآخرين، يقدر يتعامل مع الفريق، يقدر، لأنه أنت بهذا إذا طلع على المجتمع إذا ما عنده هذه المهارات عمل فريقي وإصغاء ويقدر يسمع لزملائه ويتفاعل معهم ما بيفشل بعدين فعلا. فهذا الشيء بدك تشتغل عليه كمان ببرامج خاصة لحتى تجنبيه، يعني تبعدي عنه الغرور وتبعدي عنه الضرر من زملائه، كيف يدل منسجم ومندمج ومنخرط مع زملائه وما يصير اي هالفرق، بالعكس هن بيفرحوا له وهو بيفرح لهم، وما بتحد بتشوفي امثله يعني يمكن صور الاوائل اللي شفناهم كيف مع رفقاتهم مع هذا هالاندماج هذا هذا حلو كتير. هذا اثر. هون بدي ارجع على القصه اللي بلشنا فيها استاذ فايز الحلقه، لما الام عم تمسح له دموعه فكرته انه دموع الفرح، طلع الصبي عم يزعل وعم يبكي. ليه؟ لانه ما طلع الاول، بده الاول يكون هو على الاول. خلينا تحديدا عن هذه النقطه نتوقف مع فيديو وتعليق، نستمع لهالانشوده، مقطع من انشوده ونحكي عن هذه النقطه. اسألوا عني مين يلي أشطر وحدة بيقولولها، يعني سمة التميز الأولوية التفوق بتصير ملازمة هذا الشخص، وإذا ما أشير له بالإصبع وما التفتوا له الناس بيكون بسبب له هذا حالة نفسية. وبرجع للقصة اللي قلناها، لما بيتحول التلميذ لأنه بده يسهر وبده يجد وحتى بيقطع علاقاته مع رفقاته، بيقطع علاقاته مع قرايبه بس لأنه بده يحصل يوصل لدرجة معي. هون هل بتشوف فيها شيء من الإيجابية ولا لا؟ بالعكس نحن متجهين نحو السلبية بالمطلق. هذا اللي بنسميه التحفيز السلبي، لأنه أنت عم تحفزيه أنه أنت الأول 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 الأول، فهو صار عنده هذا الهاجس أنه يعني ما بده يغلط بأي غلطة حتى ما يخسر هيدي المرتبة. وإذا ما نجي بالعملي، يعني إذا بنحكي بالمراتب الأولى العشرة من أول واحد لرقم عشرة، الفرق بيناتهم بيكون أجزاء من عشرة بالعلامات، يعني ما بنوصل لواحد من عشرين فرق بيناتهم، فهو عبارة عن يعني خطأ بسيط أو يعني مش يمكن هيدا يكون سبب أستاذ فايز لحتى يمكن بعض التلاميذ يصيروا عم بيسهروا ليل نهار لأنه معتبرين هيدا الربع علامة ممكن تفرق بالنتيجة بينه وبين رفيقه. بس أنا عم بكون عم سبب له نوع من الضغط الزيادة اللي ممكن يأثر عليه سلبا، كل ما كان نفسيا مرتاح وعم يعمل الامتحانات كل ما احتماليتي يبدع ويجيب علامات أكثر. لا أنا توقعات، أوكي أنا توقعات إن شاء الله يكون نتيجة جيدة وحلوة ومفرحة ومميزة بدنا نقول، بس مين قال إنه مميز وبس رقم واحد؟ يعني هيدي الربط هو هذا، لا بكون عم نعمل نوع من التحفيز السلبي، نحن نتركه نطلقه ونشتغل عليه، وبالنهاية آخر شيء بدنا نحسسه إنه أنت عم تعمل اللي عليك والاتكال على رب العالمين. على رب العالمين، جميل جدا. هيدي الولد بس يقتنع فيها انه انت عملت اللي عليك، صح. انت ما حس، انت ما قصرت، انت ما عنده، ما تخليه يحس بشعور تقصير لانه فعلا عامل كل شيء قدر عليه. اوقات بيغلط اغلاط بسيطه يعني ما بتصير يمكن بالايام العاديه، لكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار جو الامتحان، التوتر والضغط النفسي اللي بيعمل له عليه هو هالشعور. اوقات الاهل حرام من هن وصغير، الاهل من هن وصغير، يعني اذا ما طلعت الاول بلش يحسسوه بهذا الشيء باللاوعي عندهم انه هن عم بيحفزوه يمكن، ولكن هذا شيء سلبي. مش اما خليكم مرتاح وانت ما قالت بتطلع النتيجه يطلع متفوق لحاله بحس بهذا الفرح اكثر. حلو كثير. طيب كثير نقاط بعد رح نحكي فيها استاذ فايز جلول، ولكن اسمح لنا نتوقف مع حضرتك ومع المشاهدين والمستمعين مع فاصل، ثم نعود لمتابعه حلقتنا ان شاء الله. تحياتنا لكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا، نواصل معكم حلقة هذا الأسبوع من برنامج حتى العشرين، وأعود وأرحب بضيفي منسق مديرية التعليم أو التربية والتعليم في جمعية المبرات الخيرية الأستاذ فايز جلول. أهلا وسهلا فيك من جديد، ومثل ما باركنا لك بقبل الفاصل رح نرجع نبارك لك من جديد. شكرا. بالتفوق وخاصة لطلابكم بالمبرات، وخاصة أنه حديثنا والحلقة كلها عن التفوق وتحمل عنوان نحو التفوق. دائما في أشياء بتكون حمالة أوجه، في ناس بيعجبها في ناس ما بيعجبها، مثل كل شيء بالحياة. رح نروح مع حضرتك بالجزء الثاني مع أولى فقرات القسم الثاني من صفحاتهم، رح نستعرض بعض الأشياء اللي انعرضت على الصفحات ومن على الأعلى. إذا إلى من صفحاتهم.
من صفحة ضحى نور الدين، وطبعا هي ناشطة وخاصة بالشق التربوي، أستاذ فايز بتقول رئيسة رابطة الأهل اللي أولادهم ما جابوا تفوق وما تصور أولادهم مع الشهادة وآخر همهم العلامات، أصلا نحن ضد نظام التقييم الحالي. نسيت، نحن ضد المناهج الحالية وضد نظام المدارس الحالي، حسي حالي الوحيدة بالرابطة يا جماعة. تعليقك أستاذ فايز، وبين هلالين كتب أصلا نحن ضد نظام التقييم الحالي. هلا بغض النظر اكيد رأيك اكيد يمكن حكيم بحلقات تانية، المناهج بحد ذاتها هي يعني غير منصفه وغير صالحه بعد كل هذه السنين. وبالتالي كمان نظام الامتحانات ونظام التقييم المعتمد هو غير متطور، هو بعده يعني من 24 سنه واكثر يمكن. ولكن هذا ما بيمنع انه نحن بهذا الوضع الحالي انه نتائجنا والتلاميذ اللي نجحت تفرح، ما ذنب التلميذ ولا ذنب اهلهم اذا في دوله وما عم تقوم بشغلها. فانا مع انه نحن ضد نظام التقييم الحالي، هذا الشيء انا معه، ولكن فكره انه ما نساهم بفرحه ومساهمه بنقل الفرحه للتلاميذ واهاليهم بتفوقهم وبنجاحهم ونجاح الكل. يعني انا مثل ما المتفوق عم نفرح له ونبارك له، كمان بنبارك لكل الناجحين. يعني نحن بالنسبه لنا النجاح كله حلو، وما بطلب انه كل العالم تكون متفوقين، نفرح اكثر ننبسط اكثر، ولكن كمان بنفرح للي بينجح والف مبروك لكل الناجحين. يعني حلو كثير. طيب هلا الملفت استاذ فايز انه سابقا اذا بدنا نجي لحتى نشوف كيف كانت التقييمات، يمكن من كل مدرسه ما بعرف قد يطلع له شيء واحد ممتاز، يطلع جيد جدا شيء اثنين. صحيح. اليوم اذا نحن عم نشوف بس نقلب بصفحات الفيسبوك وعم نشوف النتائج وصور المتفوقين ما شاء الله والناجحين، بنلاحظ يعني هيك مدروزين، جيد جدا جيد جدا جيد جدا. هل هذا مؤشر ايجابي ولا لا؟ البعض عم بيقول انه اصلا في سهوله كان بالامتحانات كثير، واصلا امتحانات خاليه من المستوى، عشان هيك صار اي حدا ممكن يقدم ويجيب درجه وما عاد لها طعم ولا نكهه كما السابق. قد ايه بتشوفوا هذا الكلام فيه هيك شيء من الواقع؟ هلا هو في عدة عوامل حتى ما نحكيها من عامل واحد. نكهة أكيد بتدلها موجودة وجيدة. الامتحانات بشهادة المعلمين المواد هي امتحانات كلاسيكية عادية بمستوى الامتحان العادي، وليست سهلة يعني جدا جدا ومنا صعبة بحسب نظام الامتحانات المعتمد. هذه امتحانات عادية. يمكن تقليص المناهج اللي صار نتيجة أنه عدد كتير من المدارس خصوصا الرسمية ما درسوا كتير كل السنة، فقلصوا لهم المناهج تقريبا لحوالي النص ويمكن الثلث ويمكن 60%. طيب هذا مش دليل انه نحن بنقدر نتخلى شوي من نحن بنقدر نتخلى عن هذا الحشو بالايام العادية اللي ما في عنا لا كورونا ولا غيرها. اكيد مناهجنا عم لك فيها كتير من المشاكل، وهذا اللي بشكل عبء على مؤسسات تعليمية مثل المبرات، انه عم نجرب نشتغل على مناهج ونعدل بمناهج بشكل نلغي هالحشو، وعم نعمل نشتغل بشيء مسمينه نحن ترشيق المنهج. يعني انه فعلا بحاجه لتغيير وتطوير فعلا. هذا منهج صار كثير قديم. المشكله انه حتى لو رشقت المدرسه المنهج في عندها عائق الامتحانات الرسميه اللي هي بالاخير بدها تتساوى فيه مع كافه المدارس، يعني عم بضل في عنا عقبه رح يوصل لها التلميذ شاء ام ابى. حتى انت خلال السنه يعني المفروض تعطيه هالمنهج قلصوا له النص تقريبا. وقد ايه في تلاميذ يعني بالقديم قبل ما يصير في هذا الترشيق، قد ايه في ناس انظلمت لانه بالبروفي يمكن هالتلميذ منه شاطر بالفيزيك، طب اخذ صفر رسب بالترمينال يمكن كمان انحرم من مستقبل تعليمي زاهر لانه كمان ما قدر يوصل انه يحقق. هي المشكله بتبدا من البروفي. يعني هذا نظام الامتحانات انه وبتثقيل المواد اللي موجود انه بالرياضيات وبالعربي اذا جاب فيهم منيح تقريبا بينجح، وباقي المواد ما في. كل أنظمة العالمية بتطلع فيهم هلا ما عندهم هذا الشيء، في مواد اختيارية، في مواد، في بعض الاختصاصات الفن والرسم مثل الرياضيات، لانه هذا ممكن يبدع هون، هذا ممكن يبدع هون، وهذا ممكن يكون عنده مواد اختياريه، مهنة حياة، عدد من المواد الاختياريه اللي بيعمل فيها امتحانات. هو للاسف هلا يعني صار شيء اكبر من انه نحن قادرين نغير فيه. احنا بنشتغل على مستوى مؤسستنا، بنعدل شوي بمناهجنا، بنعدل شوي بانظمه تقييمنا، ولكن مثل ما قلتي بس نوصل على الصف التاسع والبروفيل عم نضطر نرجع لهالشيء اللي نحن فيه. ولكن ما بدنا نخلي هذا الشيء ينزع فرحة التلاميذ بالنجاح، يعني أكيد مش ذنبه لأنه هن بالنهاية، بس ما حدا بيقول أنه بالنهاية صار من 1997
ما متغير فيها شيء، فطبيعي نكون بهالوضع يعني صعب فعلا. طيب بعدنا بفقرة من صفحاتهم، كمان بنختار من صفحة الإخصائية نسرين نصر، نقلا عن الكاتبة أم كلثوم سبلينة، وطبعا هي كتبت مقال بتقول إلى ولدي الذي فاته أن يكون مقدسا، رح حاول قد ما في اختصر منها يعني ما نقراها كلها كسبا للوقت. بتقول مقال طويل وبيبكي بس قد منه حقيقي ومهم، ما قدرت أحذف حرف، وخاصة أنه للعزيزة أم كلثوم سبلينة اللي نشرتها هذه المقالة في الأخبار. بتقول: اليوم يا ولدي لم تحمل بطاقة تفوقك، ولم يلتقط لك أحد صورا تذكارية وأنت تتأبط شهادة تقدير مطبوعة بعناية ومزركشة بشتى عبارات الفخر والإعجاب. لم يذكرك أحد، لم يشكرك أحد، لم تخطر على بال أحد، بل غبت أنت وكل رفاقك الذين لم يكتب لهم التفوق عن بال المعنيين، فلم توزع عليكم بطاقات تشجيعية فيها كلمة مديح واحدة، واحدة فقط، ولا حتى نصف ربع ثناء على سمة إيجابية فيكم على صغر سنكم، ولا كلمة تمن لكم بدوام التوفيق والنجاح كتلك التي ذيلت بها شهادات المتفوقين، وكأن هذا النوع من الأدعية يذكر حصرا للمتفوقين وليذهب الآخرون إلى الجحيم. شعرت إثر ذلك بأنك ربما كنت ومن حيث لا أدري زومبي المدرسة أو كوازيمودو المدينة. أتعلم لماذا لم يحصل كل ذلك يا ولدي؟ لأن أحداً غير أمك الولهة لم يرك طوال عامك الدراسي تنام فوق دفاترك وكتبك من التعب، ولأن أحداً لم يرى طفولتك التي حولها النظام التعليمي غير العادل إلى كهولة، فمن غير المسنين يعيشون رتابة مقيتة كتلك التي كنت تعيشها، تعود من مدرستك بعد يوم دراسي مرير على الأقل لك، لا تزلط غذاءك زلطا وتتأهب لمداهمة الحقيبة الملأة بشتى صنوف التكاليف. طبعا المقال طويل وفي كثير من المعاناة، يعني عم بتقول له عذرا يا ولدي، ما صوروك، ما عطوك كلمة حلوة بس لأنك منك متفوق. تعليقك على هذه المقال؟ لا أكيد بتأثر فيها الواحد. أكيد في تلاميذ قدراتهم هي أنه يقدروا ينجحوا، يقدروا يوصلوا لهذا المستوى، مش يقدروا يتفوقوا. نحن نأكد أنه التهاني لازم تكون للكل، ولكن بطبيعة البشر أنه المتفوق له خصوصية، نعم، مثل أي مسابقة بكل هالدنيا. ولكن نتمنى أنه الكل، يعني كل حدا نجح يهنوه ويفرحوا فيه على قد المستوى، هي من جهة على قد تعبه وسهره. يعني خاصة عنا بلبنان وضع اقتصادي صعب، وضع صحي صعب، التلميذ عم يدرس أحيانا على الشمعة، في كتير أشياء يعني أنه لازم تقدر. يعني المدارس بعتقد بتمنى لكل المدارس أنه كلهم يفرحوا فيهم، وهلأ لما بيتخرجوا الكل سوا. يمكن بيتميز متفوق ببعض الإشارات الإضافية، ولكن احنا على مستوانا كلهم يعني بيتخرجوا سوا بنفس الوضع، بنفس السيتويشن اللي بنحطه فيها. ولكن اكيد اثرت فيه انه هذا قدرته هالقد، ونتمنى انه الكل يهنون على قد تعبهم. طبعا هي اشارت الى المناهج التعليميه. صحيح. لانه يمكن الاهل بيتوقعوا من اولادهم، وخاصه هلا بالحديث عن الذكاءات المتعدده. صحيح. استاذ فايز، انه بيتوقعوا ممكن هالولد يجيب احسن بكثير لو ما الظلم الخاضع له النظام. أكيد هذه مشكلة إن شاء الله، يعني هالوزارات اللي بتجي تقدر تغير شيء. كل كم سنة نطلع بأنه حنغير وبنرجع بيوقفوا وبنرجع مثل ما كنا. طيب موضوع الأونلاين، التدريس أونلاين، أستاذ فايز قد حسيته شكل يمكن عائق أمام المتفوقين خصوصا، مش بس التلاميذ العاديين، لأنه بالأخير كنا تحت الهواء عم نحكي عن الكاريزما للتلميذ المتفوق. صح. أحيانا والهيك الرغبة الدائمة بالسؤال وطرح السؤال أكيد بتفرق كتير لما بيكون هو مباشرة قدام الأستاذ وأمامه اللوح. أكيد. ولما أكيد بيكون عم يحكي عن بعد وغيرها، قد هذا الموضوع أثر بالكفايات، بالمقررات اللي لازم يكون اصلا مشبعه عنده للتلميذ او الطالب؟ صحيح. والاونلاين كان هلا ما في شك نحن من المدارس يلي اشتغلت كثير بفتره الاونلاين. يمكن طلعنا باكثر من حلقه. صح. حكينا عن التعلم عن بعد وقديش اشتغلنا، وفي جزء من اثر هذا النجاح والتفوق هو عملنا بالاونلاين. يعني العمل، لانه انت لما بتحكي هلا بتلميذ ترمينال، يعني هو كان بالاول ثانوي وقت اللي بلشنا اونلاين، قضى اول ثانوي وثاني ثانوي تقريبا فتره الاونلاين،
فانت ما بتقدري تعملي له شيء بثالث ثانوي اذا هو خسران كل هالسنتين. وما هذا كله نحن مع انتهاء فتره الاونلاين والاغلاق وبلشنا بالحضوري بين معنا قديش في سميناه الفاقد التعليمي الليرنينج لوس، حددناه تفصيليا لكل تلميذ، وكانت من بدايه السنه عم نشتغل على الفاقد التعليمي وردم وتخفيف هذا الفاقد التعليمي. حلو. يلي قدرنا نوصل باخر السنه انه عوضنا جزء كبير منه. اكيد يعني مع نهايه العام الماضي لما رجعنا للتعليم الحضوري بين معنا قديش في اثر للتعلم عن بعد وقديش في فاقد مهاري خصوصا ببعض المواد اكثر من بعض من المواد الثانيه، يعني مثل مواد الرياضيات والفيزياء تاثرت اكثر، يعني كل شيء مواد بدها تطبيق فردي اثرت اكثر، قديش اثر بالصغار على القراءه والكتابه، كل هذا نعمل له خطط معالجه وصلنا كل هالسنه ويمكن في بعض المطارح مكملين للسنه الجاي لنلاقي حلول. حلو كثير، حلو كثير. طيب صار معنا كمان عبر سكايب او عبر زوم استاذ فايز فاطمه زعرور الاولى على لبنان فرع الاقتصاد والاجتماع ثانويه الكوثر، وايضا رشا حرب الاولى كمان على لبنان فرع الاقتصاد والاجتماع ثانويه الكوثر. والحلو انه اثنيناتهم يعني رغم الصور اللي شايفينها يعني انتشار صورهم مع بعضهم والزماله والصداقه مع بعضهم ونفس النتيجه مع بعضهم، كمان طالعين معنا سكايب مع بعضهم اليوم. السلام عليكم زينب فاطمه ورشا. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله الف مبروك التفوق. ثانك فيك يا رب. بدي اشير انه فاطمه لابسه عبايه هلا وزينب لابسه اشارب عشان المشاهدين، رشا عفوا لابسه اشارب. رشا وفاطمه رح ادمج السؤال وارجع احوله لاحداكن. بدايه شعور النجاح، هل بيفرق لما بكون عم بحكي عن امتحان رسمي او لا؟ لانه انتم عايشين بيومياتكم وبخلال مسيرتكم التعليميه، يعني بالسكوند كنتم متفوقات، بالبكالوريا كنتم متفوقات، هل حسيتوا شعور عادي ولا لا كان في نكهه خاصه فاطمه للامتحانات الرسميه؟ اكيد هو شعور منه مثل اي شعور، يعني لانه هو مرافقه يعني ضغوطات وتعب وسهر وكثير معوقات، خصوصا بالاوضاع اللي كنا نحن عم نعيشها، والحمد لله يعني هو شيء يعني اكيد الواحد يستحق ان شاء الله، خصوصا رقشة كمان نحن اللي كنا متوقعين لهيدي المرتبه، والحمد لله يعني. بس انه اكيد هو ما انه شعور مثل اي شعور ثاني، لانه مثل اجى تقريبا هو كانت شيء ما كنا متوقعه يعني. حلو. والحمد لله. الحمد لله دائما. رشا فرحتي اكثر ولا اهلك ولا مدرستك اساتذتك، مين حسيتي فرح اكثر؟ هلا الكل كان ناطر مني انا النتيجه وما كانوا قبلانين بقى من هيك، فالحمد لله يعني انا فرحت الكل وفاطمه زادت على الفرحه وطلعنا اثنيناتنا سوا وشاركنا بعض الفرحه بلحظتها نحن، ويعني الحمد لله الكل انبسط بهذا الشيء، ويعني كان هيك استحقاق يعني انه نحن تعبنا هالسنه لنوصل. كان في تنافس بيناتكم؟ انتم قاعدين على نفس مقعد الدراسه شيء؟ حد بعضكم كمان؟ يعني هي قاعده قدامي كمان. طب كنتوا عم تتنافسوا شيء مين ممكن يجيب معدل اكثر بالامتحانات الرسميه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ما تستحوا ما تخجلوا قولوا الحقيقه. ما كان في قبل ما ادعي لحالي حتى كنت تقول انه ان شاء الله رشا هي اللي تطلع المرتبه. حلو حلو. بس الحمد لله انه الله اجاب دعوتنا وطلعنا اثنيناتنا. جميل جدا. اثنيناتنا ما كان في يعني هيدا الإثار، هيدا الإثار استاذ فايز، وهذا اللي بنحكي عنه قد ايه البيئة، قد ايه المدرسة، قد ايه الأهل بيكونوا لعبوا دور بنجاح ابنهم بالحياة، النجاح الحقيقي. صحيح. وليس فقط نجاح هذا اللي أشرنا عليه من شوي العلامات. اجاكم شي عروضات من المدرسة او عفوا عروضات من بعض الجامعات رشا وفاطمة؟ بلشوا يعطونا منح، تقدمنا منح. حلو. طيب بعد في نقطة حابة أسألكم إياها بتجربتكم مع التفوق والنجاح، نحن عم نحكي مع الأستاذ فايز عن سلبيات التفوق، أحياناً بيخلقوا المتفوقين رابطة بيناتهم، أحياناً بعض المتفوقين ويصيروا مثل شلة إنه والله أنا متميز أنا الأول ما برأف إلا الثاني أو الأول عم بتنافس معه على الأولوية.
قديه بتحسوا هيدي بيئة غير سليمة وإنه لازم ما تكون موجودة، وشو رسالتكم لكل الطلاب المتميزين واللي يمكن عندهم هذه الخاصية؟ أنا مش عم واجه تفضل. بدي أقول أنا إنه واحد أوقات مثلاً ممكن ما يكون مميز بالمدرسة، بس ممكن بعدين وقتها يفوت على مجال الاختصاصات وسوق العمل هو يتميز، لأنه بالنهاية فايت على الشيء بحبه هو قادر يبدع فيه. وأكيد الواحد ما لازم يحصر هيدا الشيء بالنجاح بالمدرسة، ولازم دائماً يصير فيه مثل تعاون بين كل التلاميذ وتعاون بين العالم اللي هي متفوقة والعالم اللي منا هيك، ليقدروا كمان العالم اللي مش عم يجيبوا هيك درجات يساعدوهم ويقدروا هن كمان يتفوقوا. يعني إحنا لازم نكون عم نساعد بعض، مش إنه عم نعمل مجموعات اللي بيجيب أعلى يكون لحال، يعني مش على علامات نحن نعمل مجموعات، بالعكس إحنا لازم نساعد بعض. يمكن يكون حدا قوي بمادة يساعد الثاني بالمادة، ويعني كل بنكمل بعض. حلو، بالضبط. يعني انا وانا قوية يعني بقدم خدماتي للاضعف بهذا. حلو كثير. بالعكس يعني بنشارك بعض. حلو كثير. رشا، بدي منك كلمة أخيرة توجهيها للمدرسة ولكل حدا عم يسمعك هلا. شو بتقولي لثانوية الكوثر؟ احنا بدنا نشكر، يعني بنهدي هذا النجاح لكل السيد فضل الله واللي أسس هذه المدرسة، ولكل الاساتذه اللي تعبوا معنا، وخاصه الاستاذ علي كريم مستر شرف الدين، هول كانوا كثير داعمين لنا خلال هذا العام، وكانوا يعني عم بحفزونا لحتى نجيب هيدي النتيجه، واكيد رفقاتنا يلي يعني دعمونا معنويا هيك، وكانوا نفسيا يعني عم بجهزونا لنوصل لهيدا الشيء. حلو كثير. فاطمه، واكيد بدنا نسال اهلنا، يعني الاهل اكيد هم الداعمين الاكبر، وأكيد لو ما توفيق الله وعونه دائماً ما كان شيء من هيدا صار. الحمد لله. جميل جداً. فاطمة زعرور ورشا حرب، عن جد بنفتخر فيكم وبنرفع راسنا فيكم. هيك قدمتوا لنا النجاح بقالب كتير حلو ومميز، وإن شاء الله دايما كل حياتكم مليئة بالنجاح بطاعة الله دايما ورضاه. شكرا كتير لكم، ومن تفوق إلى آخر. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بالعوده لحضرتك استاذ فايز، قبل ما ننتقل لاخر فقراتنا، حابب تعلق شيء؟ اكيد، يعني هذا الشيء اللي يمكن اللي كنا عم نحكي فيه. نعم. شفناه بالترجمه على الارض فعلا، وبالدليل فعلا. جميل يعني. جميل جدا. وحابب شير، يعني قبل ما نحكي نخطب بالنتائج، انه كمان موضوع نتائج تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني انا حابب شير انه نحن هذه نقطه كثير مهمه، هذا لحالها لازم حلقه يكون لها. صف التاسع في عندنا 54 تلميذ قدموا امتحانات بكل المستويات، نجحوا يعني نجح 50 تلميذ منهم، وجابوا منهم تقديرات جيدة جدا وتقدير جيد. حلو. وعندنا بالثالث ثانوي 14 تلميذ كمان قدموا امتحانات رسمية، لأنه في جزء من التلميذ احتياجات طلعوا لهم إعفاء، نحن عم نحكي على اللي قدموا امتحانات. قدموا ونجحوا، 14 تلميذ كمان قدموا ونجحوا، هذا شيء دليل إنه هذا التلاميذ لما أنت بتشتغلي معهم توصلين لبر الأمان وبيوصلوا وبينجحوا. فتحية لكل العاملين بهالمجال هذا، لأنه حق هدول التلاميذ يتعلموا ويوصلوا وينجحوا، مش يكونوا مهمشين كما يراهم البعض. فعلا، وهذا كمان نقطة تحتسب لجهود المبرات المشكورة دائما على تميزها وتفوقها بكثير من النقاط. خلينا ننتقل مع حضرتك لآخر فقراتنا بهذه الحلقة، تمهل طفولة. بفقرة تمهل طفولة استاذ فايز، دائما بنشبه رحلتنا بالتربية مع ابنائنا بمشوار رايحينه بالسيارة، ولا نوصل بخير وسلامة بدنا نتبع اكيد الاشارات الضوئية. في عنا الاشارة الحمراء وفقا للقصة اللي رح نحكيها او الموقف اللي رح نحكيه، يا بترفع الحمراء وبتدعي الاهل او الجهة المعنية توقفوا، اما الخضراء بعكس بتسني وبتقول لهم انطلقوا، الصفراء تريس وتأهبوا، بين في حكي بالموضوع. نبدأ بأول نقطة، كتب أحد الأساتذة ناصحا الطلاب: مبروك لكل طالب ترمينال فهمان الحياة صح ومش ناوي يسجل بالجامعة اللبنانية. أمام هذا الرأي أي إشارة بترفع؟ هلأ أكيد برفع الإشارة الحمراء، لأنه هيك كون عم نطلق حكم وعم نظلم الجامعة اللبنانية. الجامعة اللبنانية من أفضل، أنا ماني خريج جامعة لبنانية، ولكن درست ماستر بالجامعة اللبنانية، هي من أفضل الجامعات من حيث الدكاترة والهيئة التعليمية والإدارية.
ما نحكم عليها من ظروف البلد يعني اذا في بس هي ظروف البلد ظروف عم تنعكس البلد يعني بشكل متأثر. كثير كبير اليوم على الجامعه اللبنانيه ولحد هلا العدد التلاميذ الموجودين يمكن بيضاهي عدد التلاميذ الباقي الجامعات فما نحكم بهذا المحل خصوصا انه اذا هالتلاميذ ما عندهم الامكانيات الماديه وين بده يروحوا بالضبط هلا نحن لا يكون الصوت مش لهون يكون الصوت لندعم اكثر انه يدعموا الجامعه اللبنانيه ويعطوهم مطالبهم للجامعه اللبنانيه لتقدر تمشي وهالتلاميذ تقلع فما نروح بالشيء السلبي يعني دائما يكون يروح الصوت مطرح ما يكون طيب بروح لنقطة تانية بيقول أحد الأباء ابني متفوق وديعان تفوقه يروح بهالبلد رح أبعت ويكفي درس برا يمكن بالأيام القادمة ينصلح الحال عنا ويرجع ويخدم بلده أكثر من الناس يلي بقيوا فيه أمام هذا الرأي كمان أستاذ فايز أي إشارة بترفع بتسنع عليه بتقول له ننطلق بفكرتك الإشارة الخضراء أو توقف ضده قلبياً لازم أرفع له الإشارة الحمراء إنه لما ما يترك البلد بس بهذا الواقع اللي نحن فيه مضطر إذا بدي أحكي بشكل منطقي يعني حتى ما قادر ترفع على الإشارة ما قادر ترفع لأنه فعلاً صعب إذا أنا بدي أخلي شاب هلأ خريجي يدلب البلد ما في افق واضح لحتى يبقى نتمنى انه هذه الازمه تروح لنصير نرفعها ونرفعها بقوه اكيد نحن ما بدنا هالشباب تسافر وتترك البلد وهالادمغه تهاجر بس بهذا الوضع اللي احنا فيه خاصه المتفوقين يعني للاسف نعم اخر نقطه بنتي متفوقه بالعلمه وطموحها تعمل مسرح عم بقنعها بالصيدله وبعدين تعمل يلي بدها اياه اما من هذا الراي أكيد غلط بيعتبروا ديعانه اللي متفوق بالعلمة إنه يستثمر قدراته بالفن أكيد غلط بالفن. حرام لأنه بكون عم يأذوه وأمثلة كثيرة بحياتنا من أصدقائنا وقرايبنا قديش راحوا عملوا شيء إرضاء لأهلهم روحوا عملوا الاختصاص يلي بدهم إياه أو ما نجحوا بشغلهم حرام هذا الشيء حتى لو كان علمي حتى لو كان شو ما كان حرام دائما نحصر التفوق بالعلمة نحن نعطي الخيارات نشرح نوضح والاختيار بده يكون اختيارا والا بنكون عم نظلمهم وما بينجح بشيء هو ما بده اياه طيب نحن وقتنا انتهى استاذ فايز بدي اشكرك جزيل الشكر على حضورك القيم معنا في هذه الحلقه وبدي بارك لك كمان من جديد وبذكر انه حضرتك منسق مديريه التربيه والتعليم في جمعيه المبرات الخيريه اهلا وسهلا فيك ويعطيك الف عافيه شكرا لكم يا اهلا وسهلا مشاهدينا ومستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حتى العشرين نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته